حاجة قصيرة من فوق دخلت على الشباك بعدين كسرت كل الشبابيك والدار انحرقت. ليش هما كسروا غراض؟ كسروا لعبة لسه في كتير غراض ساعوا كله رميناه على الزبالة والأواعي رميناها على الزبالة. بنشحت من دور الناس أواعي للباس وحتى الأكل اللي بناكل فيه ريحته غاز ومش راضيين نصب أواعينا وهينا لابسين غاز. لو تشموهم أواعينا خلي يقعد يجوا ويشموا أواعينا ويشوفوا دارنا. كل ما نيجي نتحمم في الدار نيجي نعمل نيجي منشوف الريحة كلها كتلتنا كتل. هاي الأواعي شوفها ما لمنا ومش شم غاز ليش بدي أسوي. حتى نظارتي اللي أبويا جاب لي إياها ما فرحتش عليها. حتى الإزبرة اللي أمي جابتها الحلم الخواتم ما فرحتش عليهم. كيف بتفرح عليهم والعقد وهداك كيف بتفرح على أغراضي أنا؟ نفرح على أغراضنا بإيش؟ يعني أطفالنا مش عارفة تعيش ولا إحنا عارفين نعيش. يعني عيشة ايش بدي اقول لك كلها خوف ورعب. عايشين في الخوف والرعب. انا بروح على المدرسة كل يوم بسمع الطخ. انا بخاف من الطخ حتى بس راجف راجف لما اشوفه.